فماذا حدث في شهر رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء من السنة 610 لحد سنة 633. فهذه الفترة 23 سنة فهي الفترة النزول الإلهية، وهذا ما يثبت به في القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.